أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال الحديث متواصلا حول أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وحول شمائله، وحول سنته وسيرته. وما دمنا نتحدث في هذا الزمان عن الحلول العملية بدل الشعارات وبدل الكلام الذي يرفعه الناس من هنا أو هناك، دعونا نجرب أن نأخذ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته لحل معضلة من المعضلات التي تعاني منها البشرية اليوم. ذكرت لكم في الخطبة الماضية، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا فينا كيف يمكنه أن يحل بعض المشكلات. اليوم نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطينا حلوله المقترحة في مشكلة من المشكلات، هي مشكلة الرشوة، هذا المرض الخبيث المعدي الذي ينتقل بسرعة، والذي لم تخل منه أي دولة من دول العالم، ويتفاوت الناس فيه ما بين محارب بالحقيقة وما بين مداهن لهذا المرض، وما بين متعامل معه، وما بين آخذ بمسكنات ومهدئات. تعالوا ننظر كيف وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرشوة. يقال في اللغة الرشوة، والرشوة والرشوة، وسواء نطقت بها بالكسر أو بالفتح أو بالضم فهي في الإسلام محرمة قولا واحدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض الرشوة أولا. تعرفون أنها عرضت عليه في بداية دعوته، في بداية الدعوة أتته قريش برشوة سمينة، فقالوا له: يا محمد، إن كنت تريد المال جعلناك أكثرنا مالا. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنهم يريدون أن يعوضوا ما يتعلق بالدين بشيء من المال، وطلبوا منه أن يقبل منهم هذه الرشوة بأي مبلغ شاء. لو طلب منهم أي مبلغ لقبلوه، لكنه صلى الله عليه وسلم يرفض الرشوة من بداية حياته الدعوية، فيقول قولته الشهيرة، هذه المقولة نستشهد بها في مجالات بعيدة أحيانا عما ينبغي الاستشهاد بها فيه، لكن الواجب أن يستشهد بها الموظف في إدارته عندما يسام رشوة، أي عندما يطالب بأن يتقبل رشوة، وربما يهدد في منصبه، وربما يهدد في عمله، وربما يحيط به دائرة من اللصوص، لو أنه رفض الرشوة لربما فعلوا به الأفاعيل. هنا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دون. هذا هو الموقف الذي ينبغي أن يبديه المسلم. هنالك من يبتز، والرشوة لا تتصور أنها دائما عبارة عن 50 أو 100 درهم أو بضع مئات من الدراهم، قد تكون الرشوة طعاما، وما أكثر العشاءات التي هي عبارة عن رشوة واضحة، وقد تكون ممارسة جنسية محرمة. نعم، هنالك رشوة عبارة عن دعارة وحرام وفسق وفجور، وتنتشر كثيرا ايضا، وهنالك صور مختلفة. لذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك، لانه عرضت عليه الرشوة بكل انواعها: رشوة في الزعامة، رشوة في المال، رشوة في النساء، لانهم قالوا له: ان كنت تريد بهذا الذي تصنع حسبا او شيئا من هذا او نساء زوجناك اجمل نسائنا، وان كنت تريد المال وان كنت تريد السيادة، فحسم الموقف بانهم لو جاءوه بالمستحيل
لأنه يستحيل عليهم أن يضعوا الشمس في يمينه وأن يضعوا القمر في يساره، هذا مستحيل. فأقسم صلى الله عليه وسلم ألا يقبل ذلك. أنا أقول أيها الإخوة، إن البطولة، إن الإيمان الحقيقي، دعك من الإيمان المزور، الإيمان الحقيقي هو أن تعيش حياتك كلها ولم تدفع درهما حراما. هذا هو التحدي، هذه هي البطولة، هذه هي الرجولة أو الأنوثة أو سمها ما تشاء، أن تعيش حياتك كلها. وقد يضطر الواحد فينا أحيانا، بين قوسين كلمة يضطر لأنها ليست هنالك ضرورة، قد يدفع وقد يبتز الإنسان أحيانا من أجل أن يدفع مالا، قد يمنع من حقه أحيانا وثيقة في إدارة أو شيء من حقوقه وتمنع منها وتعيش نوعا من التماطر والأخذ والرد، وتتمسك بموقفك متذكرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدفع رشوة ما دفعتها. وتسلك الأبواب المفتوحة وتطرق هنا وهناك وتبحث لتصل، قد تصل متأخرا صحيح. هذه ضريبة الإيمان، ضريبة الإيمان أيها الإخوة أن تصبر وأن تحتسب، وهكذا تحارب مثل هذه الأمراض والأدواء. أما لو أن كل واحد منا تعرض لابتزاز أو منع من وثيقة هي حق له ليس فيها ظلم ولا اعتداء، ومنع منها بسبب أن صاحب الوثيقة يريد منه أن يدفع له رشوة، فانتظر أسبوعا وربما أسبوعين وربما حتى أكثر من ذلك ويتحصل في النهاية على حقه، هذا أفضل ويثاب ويؤجر بالمقابل مع إنسان آخر همه فقط أن يتحصل على مكاسبه. لأننا للأسف أناس نستعجل الأمور، إنسان يذهب في أول يوم لم يتحصل على وثيقته، بدل أن يترافع مع الموظف الظالم الذي يريد أن يبتزه في وثيقة، وبدل أن يطلب الحق من بابه وأن يذهب ويقصد المسؤول الأرفع من ذلك الذي منعه حقه، فإنه يدفع مالا مباشرة ويعتقد أنه بذلك لم يكن آثما لأنه يرى أنه حقه. حقك أيضا، أنت مطالب بأن تأخذه بحق أيضا، الحق يؤخذ بالحق، نحن لسنا مكيافيليين الغاية تبرر الوسيلة، لا، نحن عندنا لابد أن تكون الغاية نظيفة والوسيلة نظيفة، عندنا أهداف نظيفة وحقوق لنا، لكن الوسائل التي نطلب بها هذه الحقوق لابد أن تكون سليمة وأن تكون نظيفة. محمد صلى الله عليه وسلم إذن حارب هذا الأمر بهذا، وحاربه من خلال القرآن الكريم الذي تنزل عليه من عند ربه، عندما يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وما أكثر ما يقع هذا، قد تكون لديك وثيقة تثبت شيئا لكنك تعرف أنه ليس حقا لك. الوثيقة حتى لو أثبتت لك الحق، إذا كنت تعلم أنه ليس من حقك يحرم عليك أن تستغل ذلك. ثم تجد الإنسان يدفع باتجاه الحاكم أي للقاضي في المحكمة، ويعتقد أنه إذا فاز بالنظر إلى الوثائق التي يمتلكها أنه بذلك استحق ذلك المال المتنازع عليه. لا أبدا، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحد لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على حسب ما أسمع، فأقتط فمن أخذ شيئا فإنما يقتطع قطعة من النار فليأخذ أو ليدع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن القاضي، وقد كان صلى الله عليه وسلم أول قاض في الإسلام، القاضي يتعامل مع الوثائق، تأتيه بوثائق تثبت ملكيتك لشيء فيعطيك الحق، هكذا كان صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعلم الغيب. لكن قال:
حتى لو أعطيتك الحق باعتبار الشواهد والأدلة أو الشهود والوثائق، فإذا كنت تعلم أن هذا المال ليس من حقك فإنما تأكل سحتا وحراما، حتى لو كان القاضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليدع. كما أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال كلاما في الرشاة وفي المرتشي لعله لم يقله في أصحاب جريمة أخرى من الجرائم، عندما يلعن الراشية والمرتشية والرائش بينهما. ما معنى اللعن؟ اللعن بمعنى أن الإنسان مطرود من رحمة الله، لا يستحق أن يكون في دائرة المرحومين عند الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. لكن هذا المرتشي والراشي والرائش، أي الذي يأخذ والذي يعطي والذي يتوسط، وما أكثر كل هؤلاء في المجتمع. بعض الناس يقول إن الإثم إنما هو على من يأكل الرشوة، هذا خطأ. الإثم على من يدفعها قبل، لأنها قبل أن تؤخذ تعطى أولا. الراشي الذي يأخذ الرشوة إنما يتسلمها من مرتشٍ، وقبل أن تصل إلى الذي يأخذ الرشوة ويأكلها تمر عبر الرائش أي الوسيط فيما بينهما، فالذي يأكل الرشوة هو الثالث ترتيبا. أما المجرم الأول في الرشوة فهو الذي يدفعها، والثاني هو الذي يتوسط بها، والثالث هو الذي يأكلها. لماذا أقول هذا؟ لأننا أيها الإخوة لو امتنعنا جميعا عن دفع الرشوة وحاولنا أن نطالب بحقوقنا بالطرق المشروعة، لأن هنالك مشكلة أخرى أيها الإخوة، مشكلة الناس أنهم يساعدون المرتشين. كيف يساعدون المرتشين؟ يخالفون القوانين، يخالف قانون المرور مثلا أو قانونا من القوانين التي أجمعت عليها الأمة، فبعد ذلك يطالب بحقه، فذلك الموظف يستغلها فرصة، إما أن تدفع فيعطيك هذا، وإما أن لا تدفع فيماطلك وتنتظر وتضيع مصالحه أحيانا لشهور أو سنوات ربما. لذلك إسلامنا يعلمنا الانضباط، يعلمنا الالتزام، يعلمنا الامتثال، حتى لا نعطي الفرصة لهؤلاء المرتشين. وفي حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى نسمي الأسماء بأسمائها الحقيقية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتحدث بوضوح، ما كان يعجبه تنميق الكلام وتزويقه وتسمية الأشياء بغير أسمائها، لا. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن بعث، كما روى أبو حميد الساعدي رضي الله عنه كما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا يقال له ابن اللتبية، وقليلا ما يذكر العمال الذين كانوا يشتغلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، لكن هذا ذكر باسمه من أجل أن يكون مثلا وعبرة لغيره، ومن أجل أن يستحي أمام الناس لأنه استحل لنفسه الرشوة. فلذلك قال أبو حميد الساعدي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، أي ذكر قبيلته وذكر اسمه يقال له ابن اللتبية، بعثه ليأتيه بأموال الصدقة، أي موظف في إدارة الزكاة يجمع الزكوات. فجاء الرجل فقال: يا رسول الله هذا لكم، أي هذا هو مال الدولة، هذا لكم وهذا أهدي إلي، أي وكان صادقا. لاحظوا تربية الصحابة رضي الله عنهم، إنما وقع لابن اللتبية سوء فهم، ربما سوء فهم، وإلا فهو لم يكذب ولم يخن، وإنما جاء بوضوح وبسلامة صدر، فقال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل سكت عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وجمع الناس وتحدث بلهجة قوية لعله لم يغضب مثلها تقريبا إلا في حالات نادرة،
وخطب في الناس كلاما طويلا، ومن بين ما قال: ما بال احدكم نستعمله على اموال الصدقة فيأتي ليقول هذا لكم وهذا اهدي اليه، هل لا زالت في بيت ابيه او امه فينظر ايهدى اليه شيء؟ لاحظوا النبرة، تحدث بنبرة مغضبة ليجلس في بيت ابيه او بيت امه فينظر ايهدى اليه شيء. قال صلى الله عليه وسلم في الخطبة نفسها: والذي نفس محمد بيده، يحلف ولا يحلف الا في موقف حرج، والذي نفس محمد بيده لا يأخذ احد منكم شيئا. انتبهوا ايها الموظفون، انتبهوا انتبهوا جيدا الى هذا الحديث: والذي نفس محمد بيده لا يأخذ احد منكم شيئا الا اتى به يوم القيامة يحمله على ظهره، الا اتى به يوم القيامة يحمله على ظهره. فانتبه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يأتي احد يحمل بعيرا، بعير جمل اخذه رشوة يأخذه على ظهره، يعني قمة التشويه امام الملأ والفضيحة يوم القيامة، وقد يفضح في دنيا الناس قبل ذلك، يحمل بعيرا له رغاء، او بقرة لها خوار، او شاة تيعر، شاة من الغنم. فحارب صلى الله عليه وسلم الرشوة بهذه الطريقة، فشعر الصحابة بخوف شديد، كما جاء في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل، معنى استعملناه الاستعمال بمعنى التوظيف، اي وظفناه في ادارة او مؤسسة او اي مكان اخر، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما دونه، كتمنا اي اخفى واخذ لبيته مخيطا، تعرفون معنى المخيط؟ ابرة، ابرة، فكتمنا مخيطا فما دونه يأتي به يوم القيامة، أي يحاسب عليه، طبعا يحاسب في الدنيا، وإذا أفلت من عقوبة الدنيا ولم يكشف أمره يحاسب عليه يوم القيامة. قال: فقام رجل أسود من الأنصار، لاحظوا في قضية الرشوة توضيحات مفصلة، رجل سحنته سوداء يعني أسمر من الأنصار، أي من المدينة وليس من أهل مكة، من المهاجرين، فقال: يا رسول الله والله لا أقبل عليك عملا قط. قالها بصريح العبارة، يدل هذا على ماذا؟ يدل على التخوف من الحرام، والله لا أقبل عليك عملا قط، أي لا أقبل أن أتوظف لك في إدارة أو مؤسسة، خوف أن أكل الحرام. فقال له: ولما، أي لماذا لا تقبل أن نستعملك في عمل من الأعمال؟ قال: لأنك تقول كذا وكذا. يعني هل سيتنازل النبي ويقول: لا لا أنا إنما أقصد التخويف؟ قال: وأنا أقول أيضا: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما دونه أتى به يوم القيامة، أو يعتبر غلولا، أي سرقة، الغلول بمعنى السرقة من الغنيمة. فكررها صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يقول للرجل: حتى لو اتخذت قرارك بأن لا تتوظف معنا أو لا تشتغل معنا فهذا شأنك، لا نجبرك على ذلك، لكن الرشوة تبقى رشوة حراما. وفي حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فأخذ منه شيئا، او في الرواية كما هي: من استعملناه، انتبهوا جيدا لهذا اختم به، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا. ما معنى رزقناه رزقا؟ اي حددنا له اجرة، حددنا له اجرة، لا يهم ان تكون قليلة او كثيرة، ليس مبررا للربا او للرشوة، ليس مبررا ابدا. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فاخذ شيئا فإنه يعتبر غلولا يأتي به يوم القيامة، ولو شيء يسير، ولو شيء يسير. قال صلى الله عليه وسلم: وإن قضيبا من أراك، قضيب الأراك هو العود الذي كانوا يستاكون به، لا يساوي اليوم 2 سنتيم أو 4 سنتيمات، لو أخذ فإنه يأتي به يوم القيامة. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك حارب الرشوة بهذه الطريقة، فاستقام أصحابه وصاروا يتخوفون من الرشوة، بعضهم يمتنع عن العمل خوفا من الرشوة،
والذي يلي الأعمال يتخوف تخوفا شديدا. ولو قرأتم سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تخوفهم من الرشوة وفي احتياطاتهم التي كانوا يقومون بها لوجدتم العجب العجاب في ذلك. هذا إسلامنا وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه حلولنا لأمراضنا. أسأل الله تعالى أن يرد بنا إلى دينه ردا جميلا. قول قولي هذا أيها الإخوة وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة بعد أيام تحل بنا ذكرى من الذكريات المهمة الوطنية وهي ذكرى 11 من يناير من كل عام والتي تعبر عن رغبتنا نحن المغاربة ورغبة أجدادنا في الاستقلال والانعتاق. وكانت وثيقة المطالبة بالاستقلال التي رفعها ثلة ومجموعة من المعبرين عن ضمير هذا الشعب وهذه الأمة التي رفضت أن تعيش إلا بدينها وإلا بشريعتها وإلا حرة من كل تدخل من هنا أو من هناك. ففي مثل هذه المناسبة نتذكر إذن تلكم البطولات وتلكم التضحيات التي ضحاها أناس قدموا الشيء الكثير من أجل أن نحيا نحن في هذا الوطن أحرارا من أجل أن نعيش بهويتنا وأن نعيش وفق شريعتنا ووفق قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يسعنا في مثل هذه المناسبة إلا أن نرفع أكف الضراعة وأن نترحم على أولئكم الشهداء وأولئكم الأبطال وأولئكم العظماء وعلى رأسهم جلالة الملك محمد الخامس. نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتغمد برحمته الواسعة ابنه الملك الحسن الثاني وأن يحفظ أمير المؤمنين محمد السادس وأن يحفظنا جميعا في هذا الوطن وأن يحفظ كل أمة الإسلام. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في العراق والشام. اللهم احقن دماءهم في ليبيا واليمن وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكس عورات المسلمين. اللهم اكس عورات المسلمين. اللهم أطعم جياعهم. اللهم إن من المسلمين من يموتون في عصر حقوق الإنسان جوعا ويموتون عطشا ويموتون مرضا. فنسألك اللهم أن تكون لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم كن لهم عاصما وأجيرا. اللهم أحي ضمير البشرية يا رب العالمين. اللهم أحي هذا الضمير الميت يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ورد بنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين وأدي الدين على المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه. أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.